هذا باب التوبة الذي كتبت عليه آيات التوبة. هذا الشيخ عبد الله حفيد الشيخ عبد العزيز، اكبر احفاد الشيخ عبد العزيز الشيخ. ليه بكره في النت؟ نت مين يا عمي؟ هذا شيء خاص، هذا النت بارك، هذا النت بارك ماجد شيخ بارك يقول ايه لما دخل في قناه. يا ربي اللي حافظ